السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة لبنى ماهر، مرحبا بكم في القناة على فيديو جديد إن شاء الله. فيديو اليوم خاص بهذه التحلية هذه اللي كتجي أكثر من رائعة، منظر ومذاق ولا أروع، سهلة وبسيطة بسرعة كنوجدوها وكذلك اقتصادية. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الإعجاب ديالكم، توصلوا لأكبر عدد من اللايكات، ونخليكم إن شاء الله ما نطولش عليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات إن شاء الله أو للمقادير، فهنا عندي البسكوي على هذا الشكل هذا، أي نوع أنتم ممكن تستعملوه، فقط أنه يكون هكا مربع على هذا الشكل هذا. بالنسبة للكمية دائما كتبقى على حساب الحجم ديال المول اللي غادي تخدموا فيه وعلى حساب الحجم ديال التحلية اللي أنتم بغيتو. فهنا هذا النوع ديال البسكوي، وعندي كذلك هنا هذا النوع ديال البسكوي اللي كنخدموا به التيراميسو. بالنسبة للكريمة، فأنا هنا عندي واحد نصف لتر ديال الحليب هادي، وعندي ثلاثة معالق كبار ديال السكر سنيدة أو السكر حبيبات، عندي ثلاثة ديال المعالق ديال مايزينا أو النشا ما يسمى بدقيق الذرة، وهنا عندي واحد القشرة ديال الحامضة هكايا حامضة مبشورة على هاد الشكل، وواحد القبيصة ديال الملح. صافي غادي ندوز إن شاء الله. واش غادي ندير؟ أول حاجة هي الكريمة، فهنايا غادي ندير شويه ديال الحليب باش نخلط هاد العناصر مزيان، وعاد نضيف الباقي ديال الحليب، السكر ثلاثه ديال المعالق، عندي هنا كذلك ثلاثه ديال المعالق ديال مايزينا، كذلك عندي هاد القبيصه ديال الملح كيف ما كتشوفوا معايا، قبيصه ديال الملح، وهاد الحامضه اللي حكيناها على هاد الشكل هذا، ممكن تنسمو بالفانيلا اولا قشور البرتقال، فأنا فضلت أن تكون نسمة بالحامض، فتا هو كيجي ممتاز صراحة، كيجي زوين. غادي نخلط هاد المكونات كاملين. أنا بعد ما خلطت هاد العناصر كاملين نساجمو، كنضيف هاديك الكمية اللي بقات ديال الحليب صافي، وغادي نديرو على نار هادئة وباستمرارية التحريك حتى كتختار لينا هاد الكريمة هادي، وكتجينا في واحد القوام اللي هو شوية ثقيل. فأنا كنبقى هكا مستمرة على نار هادئة هادئة، وكنبقى هكا نحرك في هاد الخليط حتى كينسجم مزيان، كيبدا هكا يطلع في الغليان ديالو، وكنحبسو كنطفيو عليه. كيف ما كتشوفوا معايا وصل للمرحلة اللي غادي نطفي عليه النار، فكيوصل هكايا كيبدا يطلع في هذوك الفقاعات صافي، باش ما يلصقش لكم دائما الاستمراريه التحريك، ونار اللي تكون هادئه صافي. انا غادي نطفي وغادي نخليها هكايا، غادي نغطيه واحد شويه بين ما ساليتنا. فانا جبت الاطار، عفوا كيف ما كتشوفوا هنا، انا جبت الاطار اولا المول اللي غادي ندير فيها التحليه هذه، فغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نبدا. غادي نبدا نستف لي بيسكوي على هذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا معايا، بهذه الطريقه هذه. المول اولا الاطار دائما كيبقى اختياري، وبالنسبه الى بغيتوا تستعملوا الاطارات اللي ماشي على هذا الشكل هذا ومول كيكون هكايا اللي هو مسدود، فباش تقلبوه يعني كيجي شويه صعيب، اولا انكم تخليو التحليه في الداخل ديالها الا بغيتوها تعطيكم واحد المنظر اكثر، كتحيدوها من المول، فهذاك المول فرشوا ليه هكايا البلاستيك الغذائي باش يجي هكا المنظر زوين ملي تقلبوها صافي. انا غادي نكمل على هذا الشكل هذا حتى نكمل الكميه ديال البسكوي اللي عندي. غادي نجي دابا وغادي نبدا نوضع ما بين كل وحده وحده هكا بسكويه بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، باش تسهل علينا القضيه على هذا الشكل، باش ما يبقاش هكا البسكوي يهرب لينا، ما غاديش يبغي يوقف، من الاحسن اننا نديروها الطريقه هكا صافي. غادي نكمل من بعد، غادي ندير طريفات هنا ولا غادي نشوف، المهم غادي نكمل بهذه الطريقه هذه.
صافي غادي نكمل بهذه الطريقه، تشوفوا معايا ان شاء الله حتى نكمل ستاف ديال هذا كيف ما قلت لكم كيف ما شفتوا. فملي كيكون هكا البسكوي كتخدموا وحده بوحده فكيبدا هكا هذا البسكوي يطيح، من الاحسن انكم تستفوا هذا هو الاول حتى تسدوا مزيان سميتو، وعاد بداو هكا تحطوا في هذا البسكوي هذا بهذه الطريقه هذه. صافي انا غادي نكمل على هذا الشكل هذا حتى نكمل، غتشوفوا معايا ان شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما ساليت ستاف ديال هذا لي بسكوي هذا، فانا عندي الاطار يعني سده الحجم الصغير ديالو يعني ما حله ما حتى شي حاجه، فهنايا بقى لي واحد الفراغ كيف ما كتشوفوا، ما يمكنش غندير فيه بسكوي اخر، ومبغيتش نزيد الصراحه لي سباس هنايا، فحاولت انني ندير غير نوع واحد هكا من هذا البسكوي هذا. صافي غادي ندوز هنايا باش غادي نفرغ عليه الكريمه اللي حنايا وجدناها كيف ما كتشوفوا معايا، فغادي ندوزو باش غادي نفرغوا هاد الكريمه هذه بعد ما وجدات. فبالنسبه كيف ما شفتوا معايا بالنسبه للكريمه فحنا استعملنا فيها واحد الكميه، فبان ليا انا دائما المول اللي كنخدم فيه الاطار صغير، وهنايا بان ليا هاد الاطار غادي يحتاج اكثر شويه من هذيك الكميه اللي درت، فرجعت انني درت زوج ديال الكميات، يعني هاد الكميه كامله فيها اطرو ديال الحليب، 6 ديال المعالق ديال السكر سنيده، وقشره ديال الليمون الحامض، و6 ديال المعالق ديال مايزينا. فغادي ندوزو هنايا باش غادي نبداو نفرغو بهذا الشكل هذا. حتى غادي نعمر هكا بهاد الفراغات. انا باقي عندي شويه في كسرونه اخرى اللي صايبت. هنا بعد ما فرغت هذيك الكريمه كامله على الوجه هنايا ديال البسكوي كيف ما كتشوفوا معايا، حاولت انني قادها من الفوق، فغادي نخليها واحد الفتره تزين، دائما كيبقى اختياري على حساب كل واحد، فغادي نخليها واحد الفتره يعني كيف ما كتشوفوا باقا هكايا مدايره باقا سخونه كريمه، غادي نخليها حتى تبرد تماما تماما، وتزين كيبقى دائما كيف ما قلت لكم اختياري على حساب كل واحد. غادي نتلاقاو ان شاء الله بعد ما تبرد ونشوفوا التزيين. بعد ما خلينا هاد التحليه هادي ولا هاد الديسير هذا ليله كامله في الثلاجه برد وشد القوام ديالو، كذلك هذاك البسكوي كيرطب باش كيولي لينا بحال جينواز. هنايا جبت شويه باش غادي نزين التحليه ليكم دائما اختيار تزينوا باش ما بغيتوا واللي موجود عندكم. انا هنا عندي شويه ديال كريم شانتي اللي ضربتها مع الحليب بارد غادي نزين بها، وتشوفوا معايا ان شاء الله الشكل النهائي. معايا فهذه هي الحلوه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، شكل منظر ومذاق كتجي ولا اروع كيف ما كتشوفوا معايا. بعد ما زيناها فانا درت عليها شويه ديال القشور ديال الحامض من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا، فكيخرج كذلك هذيك النكهه ديال الكريمه اللي نسمناها بالحامض. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي، التحليه اللي هي رائعه، فكتجينا بزوج ديال المناظر على هذا الشكل هذا، والشكل هكا الطولي وهذا الشكل، فكتجي معتبره هاد التحليه هذه. نتمنى ان شاء الله لا فيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه تعجبكم المحتوى ما تنساوش انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه بحول الله. شكرا لكم على التتبع ديالكم، نلقاكم في فيديو قادم بحول الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.